إذن مشاهدين الأعزاء هذه هي لقطات الحواري وناتي بملخص هذا المساء. الشوط الأول يذهب مع بدور مهير بن علي بن دري المنصوري ليكون واحد من الأسماء القوية والمشاركة في هذا المساء. أهالي الختم يحتفلون بسبع دقائق 33 ثانية وتسع أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس بينما تعلن انطلاقة ثانية. وشوط المهجنات الأول الذي أعلنت الهدفية لسيب السلطان بن مطر بن عبد الله النعيمي، وتواجدت بكل أداء رائع وجميل بعدما طلب منها هنا مالكها. جولة الأوامر النهائية ذهبت إلى سكان المقدمة لتعلن هذا الفوز والانتصار بسبع دقائق 37 ثانية وجزئين من الثانية. سلام يا العين سلام. بينما شوطنا الثالث عاد صوغان ليعيد أمجاده ويضيف السيارة الثالثة بعدما سجل الأولى من قطر والثانية من ميدان المرموم، يأتي هنا في ميدان الوثبة وفي قصر الحصن ليضيف هذا الإنجاز بسبع دقائق 35 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسهيل بن محمد العطم العامري رابع الأشواط كان مشهور. خلفان بن مصبح بن محمد الكبالي أهالي راس الخيمة من احتفلوا مع هذا الاسم ومع الشهرة والفوز والانتصار بكل أريحية وبكل فوز بدون أي منافس مع الأمتار الأخيرة ليؤكد هذا التواجد بسبع دقائق 37 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. بينما شوطنا الخامس اندفعت مغثة بعد منافسة قوية ورائعة وجميلة ليؤكد سالم بن مسلى بن عزيز المحرمي هذا الفوز والانتصار. هذه هي مغثة بعدما طلب منها مالك جولة الأوامر تعلن الانطلاق كالسهم إلى خط النهاية معلنة هذا الفوز وهذا الانتصار لسالم بن مسلى بن عزيز المحرمي. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. سبع دقائق 32 ثانية وست أجزاء من الثانية. هناك مشاهدينا متابعينا الكرام من يصل المتحدة لمحمد بن علي بن دري المنصوري يتواجد شعار الخطر الله 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 بهذه المشاركة الخزنة والمتحدة المتحدة والخزنة. وين يا الجمر الناموس؟ وين حاير؟ حاير مع الخزنة وحاير مع المتحدة. إذا اللحظات الأخيرة المتبقية عن نهاية الشوط، الخزنة الخزنة واللحظات الأخيرة، الخزنة مع المركز الأول لسيد عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. تهانينا وألف مبروك لأهالي العين على فوز أيضا الخزنة لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري. تهانينا وألف مبروك المركز الثاني المتحدة لمحمد بن علي بن دري المنصوري المركز الثاني. العصا قوس يا الجمري ابدا ما كلمه. نعم الان بدا بالسماعه امجازف. نعم وهو يجازف ويغني يا سلوب. نقول لك روح يا ولدي يا شاب يا شاطر يا فنان. هذا العرض المطلوب والا فلا ينزل جزيل على المقدمه. نزلت البلاء ونزلت الناموس والزعفران. سلام يا العين سلام للمره الثالثه. نعم رصيده من السيارات وعنده المزيد. نهني عتيج بن محمد بن زيتون المهيري على هذا الانتصار الذي تحقق في هذه الجوله. اما المركز الثاني هملول. المقدمة والمركز الأول شاهين ما زال أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي هنا أعزائي المشاهدين. ولكن أهالي ميدان التراث شعار بن دري هنا على ثاني المراكز في هذه اللحظات. متعب ينطلق مع متعب محمد بن سالم بن دري الفلاحي الأمتال الأخيرة الخمسمية متر الأخيرة هنا جولة الأوامر. السيارة حائرة والله إن محيرني هذا الشوط أين يتجه هذا الشوط. ولكن متعب هنا أعزائي المشاهدين متعب وشاهين ومتعب خط النهاية. سلام يا زاهر سلام. المركز الثاني كان من نصيب أيضا هناك شاهين أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. والمركز الثالث اتجاوزت السبوق ولكن يابا
شيء قادم شيء نعم بداية. عبد الله بن سعيد النابودة من أين أتيت أيها النابودة بهذه الهجمة ولكن المقدمة مع الشاهينية مع بالويع العامري. روح يا شباب روح يا أبو الشباب روح كمل المشوار كمل الناموس كمل الفرحة. النابودة قادم مع الأهلاوية نعم ولكن بالويع يقترب من التتويج يقترب من الانتصار يقترب من الزعفران. سلام للسهيب الحمد بالويع العامري. انهني على فوز الشاهينية بالمركز الأول بداية. في المركز الثاني عبد الله بن سعيد النابودة، الثالث هناك العبارة ناصر بن فهد بن محمد الهاجري، ولكن أعود عندي سمحة من غيرت على صدارة على المقدمة على المركز الأول مع الأربعمية متر الأخيرة، ولكن اقلاع تقلع بالصدارة تقلع بالتحدي تقلع بالناموس اقلاع. هنا لسيد سالم بن الضحيه بن غدير لكتبي من تنتزع الصدارة تنتزع الفوز تنتزع الناموس. ها هي اقلاع. سلام مرغم سلام وتحية واحترام على هذا الأداء الجميل. تهانينا لسالم بن الضحيه بن غدير لكتبي على هذا الأداء الجميل وأداء اقلاع ولحظة وصولها واقلاعها بالفوز والناموس. المركز الثاني سمحة، هنا زراشد بن زيد بن علي بن ديلة المركز سلهود بدأ بهذه اللحظات. سلهود قادم لسيف بن علي بن راشد بن سويلم بن كليب على المركز الثاني المركز الثالث. القدوم أيضا هناك من الرباع لمحمد بن عبد الله بالطير العامري، ولكن الله يا بن مرخان يا أيضا يا بن كليب بن مرخان وبن كليب ولكن سلهود سلام لهال المدام على هذا الفوز. والممثل الدائم لهال المدام سيف بن علي بن راشد بن كليب، يا السلام على هذا الفوز. سلام المدام سلام مع زلهود. تحياتي واحترامي لهذا الشعار ولمالك المركز الثاني مفجر لمطر بن سلطان بن مرخان المركز الثالث. شعار بن جويل ثالث المراكز يصل مفوض للسيل بسالم قناص العامري، وصل بالتيجان الله وصل مشهور ينطلق مع الصدارة والمقدمة بدأ يشتهر مشهور وينطلق مع حسين بن علي بالتيجان المري. أبناء الشحنية مع بالتيجان ومع مشهور من بدأت شهرته في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقة ليسجل السيارة من نصيبه في انطلاقته. دائما وصيف السيارات وصيف الرموز ينطلق بهذه اللحظات ومع خط النهاية. وسلام بالثقة سلام وتحية واحترام لأبناء الشحنية على حصول مشهور على المركز الأول بالشعار الغرفاوي من حصل على سيارة هذا الشوط المراكز. سلام أربع مراكز كلهن في موقع واحد. هنا مشاهدينا الكرام الشاهينية محمد بن عيسى بن خميس الخيلي، ولكن هنا من تغادر حضرت حضور وبالفوز حضرت حضور وبالناموس راشد بن طالب بن شريم المري. يبي يعلم مغادرته بالفوز مغادرته بالسلامات وبالسيارة. يا سلام لهالي ميدان مشاهدينا الكرام بشاير انتظرون هناك السلامات. غادرت حضور بالفعل حضرت حضور في هذا المحفل في هذا المهرجان وهدت اهالي بشاير. تهانينا لك يا راشد يا بن طالب يا بن شريم المري لحظات الوصول لحضور. تهانينا والناموس المركز الثاني. مشاهدينا الكرام اللي الشاهنيه محمد بن عيسى بن خميس الاخير المركز الثاني. أعزائي المشاهدين للمركز الأول وثاني المراكز، ولكن دخول من ثالث المراكز هناك أرصاد خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي هنا في هذه اللحظات. الله الله هناك التحديات الجميلة الحذافة والذيبة والحذافة. الأمور في خطر السيارة في خطر، ولكن خلاص بقول سلام يا السمحة سلام أسعد الله ما
مساكم بكل خير وسرور. الحذاف محمد بن مهيئ بن سعيد بن دري المنصوري هنا لحظات الوصول والعبور الى خط النهايه. تهانينا والناموس المركز الثاني الذيبه سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، المركز الثالث كان من نصيب ارصاد خلفان بن محمد الخلفان. غازي غازي محمد بن سهيل بن الاسود العامر القادم في هذه اللحظات. يا سلام، ما يبتلى طاري الا هناك ايضا في الانطلاق والتحدي. ها هو غازي على صداره، على المقدمه، على المركز الاول وصداره هذا الشوط. غازي محمد بن سهيل بن الاسود العامري، غازي في المركز الثاني، عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. ولكن سلام سلام لأهالي مدينة العين، سلام لبن الأسود، سلام سلام على فوز غازي محمد بن سهيل بن الأسود العامري على هذا الفوز الجميل. تهانينا والناموس ولحظة وصوله إلى خط النهاية بهذه الانفرادة المتميزة. المركز الثاني وصل غازي لعيسى بن علي بن سعيد بن دري.